ايه فايدة الدنيا الواسعة لو كان قشرتك ضيقة؟ يعني ليه يبقى طعمي طماطم وراسة؟ سؤال ما لقيتلوش إجابة. قررت أدور على طعم. ما همنيش طريقة البطاطس عليا. اتحديت كل البطاطس. صدقت في حلمي أنا بقى ميكس واتزجزج لغاية ما حققته. أنا منال إبراهيم، بطاطساية قررت تكون كاتشب ميكس. ميكسات زيجو. الدنيا من غير طعم ما تسواش.